اول فيديو في السنسوري طلبه كتيره بتسال عن اول موضوع هو السينابس. انا عارف ان الكتاب لسه ما نزلش وعرفت المعلومات اللي اتقالت في المحاضره عن طريق الباوربوينت. زمايلكم مشكورين ادوني الباوربوينت، شفت الفكره وشفت ايه الكلام الجديد اللي ممكن نقوله مع الكلام البيزك كل سنه. الفيديو الاول للساينابس هنركز على خمس عناوين مهمه علشان على اساسها نبتدي الشرح. اول عنوان ديفينيشن اوف ساينابس، لازم في نهايه الفيديو ده تعرف يعني ايه ساينابس. رقم اثنين انواع الساينابس. رقم ثلاثه ستراكشر اناتومي، يا ترى شكل الفيسيكل بيبقى ايه. العنوان الرابع عايز اقارن في جدول ما بين نوعين من السينابس، الكتريك اند كيميكال سينابس. النوع الخامس، العنوان الخامس ريليس اوف ترانس ميتر. انا مطلع سهمين عشان هتكلم فيه عنوانين مهمين جدا لما يجي وقتهم. الفيديو الثاني للسينابس هنكمل فيه بقيه المعلومات. هنبتدي بالعنوان الاول، يعني ايه سينابس؟ سينابس جايه من كلمه اسمها سين. سين باللاتين معناها اتصال، كوميونيكيشن. في سنه اولى كنا بنقول نيرف بيعمل سينابس مع مصر وسميناها نيورو ماسكولار ترانسميشن او جانكشن. ازاي الكهرباء تتنقل من نيرف الى مصر؟ ده كلام سنوي. اما السنه دي البرين فيه بلايين الاعصاب، مش ملايين، بلايين. لازم ادرس العلاقه ما بين نيرف والتاني. يعني ايه؟ عايز اتخيل ان ده النيرف الاولاني، حتى عليه نمبر 1 اللي انا رسمه بالازرق. النيرف اللي في نهايته فيسيكل او هسميها سينابتيك نوب. النوب ده جواه الترانسميتر بتاعي اللي انا هنقطه ده، ده النيرف الاولاني. هيتصل بنيرف تاني، طبعا ده الاول يتصل بالتاني، والتاني طبعا عنده نيرف تيرمينالز وهكذا. الجنكشن او الاتصال اللي انا بشاور عليه اسمه سينابس. عشان كده وقت السينابس it is the junction between نيرف ونيرف، وده الاساس. او ممكن تقول النيرف تيرمينالز مع السيل بودي اوف انذر نيرف. دي مهمه جدا، هتسمعوا السنه دي في سنه ثانيه عمري ما هقول نيرف اند مصر، خلاص كبرنا على المعلومه دي. يبقى دي نمبر 1. العنوان الثاني انواع السينابس. قبل ما اجي اقول الانواع عايزك تتخيل الرسمه معايا. ده السيل بودي اوف ذا نيرف، كلنا عارفينه من سنه اولى. والنيرف دايما بيبقى فيه دندرايتس اللي انا هعملها باللون الازرق، وده هو الاكسون اوف ذا نيرف. على فكره انواع السينابس تعتمد على الاناتومي. النيرف ده هيتصل بيه نيرف تاني انا لسه ما رسمتوش. الاتصال هيبقى ازاي؟ بصوا هقول المنظر ده والناس تقول لي ايه ده؟ ده النيرف التاني؟ اه، وده الاولاني. ايه الماسوره دي؟ اكسون اوف ذا نيرف. انا راسم النيرف التاني بالعرض، ما هو ده الاكسون يا جماعه. اكسون متصل باكسون. قالوا طب ما نسميها اكزو اكزونيك سينابس، مش محتاجه حفظ. طيب ممكن ده النوع الاولاني من السينابس. النوع الثاني ممكن يبقى اكسون متصل بدندرايتس، فسميها اكزو دندريت. تيجي ازاي؟ ادي الدندرايتس اهي الشجره بتاعتي، وتخيل ادي الاكسون اهو اكزو دندريتك، ودي نقطة مهمة جدا. أو ممكن السيل بادي اوف ذا نيرف
بتبقى متصلة بالأكس اللي هي هسميها أكسو سوماتيك. كلنا عارفين من أولى إن سوما يعني سيل بادي. تعالوا نعد. آدي يا دكتور تلات أنواع سينابس: أكسو أكسونيك، أكسو دندريتيك، أكسو سوماتيك. هنا بقى سؤال الام سي كيو الشفوي كل سنة: مين في التلاتة مور اكسايتد؟ مين يوصل للفاير ليفل اسرع من التانيين؟ هو الاكزو اكزونيك، هو المور اكسايتد. طب ليه يا دكتور؟ لسببين. دكاترة الهيستولوجي يقول لك ان الاكسون ده بيبقى قبله في ممر ضيق اللي انا حاطط عليه الدايره اسمه اكسون هيلوك. اكسون هيلوك بيكون فيه صوديوم شانز كتيره. كل ما يكون فيه صوديوم شانز كتيره وفي كونكشن بين التو نيرفز يبقى في دي بولاريزيشن اسرع. كلام سلاوله. هتلاحظوا السنسوري كله سلاوله نيرف ومصر. طب ده قلنا ده السبب الاولاني. نقول السبب الثاني ان انا الفايرنج ليفل بتاعي قليل. يعني ايه قليل؟ عشان اوصل للاكسايتابيلتي عندي ناقص 59 ملي فولت نيجاتيف 59. واحد قال لي طب ويعني انا مش فاهم. قلت له فاكر النيرف اولى فايرنج ليفل نيجاتيف 55، انت الفايرنج اقل نيجاتيف 59، يبقى هتوصل اسرع للفاير، هتعمل دي بولاريزيشن اسرع. كده الموضوع بقى اسهل. يبقى انا عرفت دلوقتي يعني ايه سينابس وانواع السينابس ثلاثه. وعلى فكره الرسم ده مش عليك، ده لمجرد الفهم. لو طالب عايز يتخيل انواع السينابس بصوا عليا هشرحها ازاي من نفسي. هعتبر ايدي صوابعي هي الدندرايت. بصوا لو انا واقف كده صوابعي هي الدندرايت وايدي نفسها الكف هو السيل بادي. اما الجزء ده دراع هو الاكسل. هتقولي يعني ايه مش فاهمين؟ بص اي نيرف الاول ده ايدي الشمال. ايدي اليمين تخيل اهو دندرايت جاي على الاكسون يبقى ده اكسون دندريتك. او تخيل الاثنين الاكسون جايين على بعض اكسون اكسون. او الاكسون جاي على السيل بطن اكسون سوماتيك. رقم ثلاثه ستراكشرال اناتومي. يا ترى النيرف بتاعنا الاستراكشر بتاعته كاناتومي اللي تفيدني في الفانكشن. انا مش هقول زي سنه اولى سيل بادي ودندرايتس واكسون ونيرف تيرمينز. لا انا هركز على الاهم. يا ترى الفيسيكلز بتاعتي جواها ايه كاناتومي؟ الفيسيكل بتاعتك جواها ميتوكوندريا. وهنا هتتسال ليه؟ شيء طبيعي الفيسيكل مخزنه كيميكال ترانسميتر. لازم ترانسميتر عشان يتحرك هنا من نيرف الى نيرف محتاج طاقه. الطاقه او الاي تي بي مصنعها في الميتوكوندريا. يبقى دي واحده. نقول رقم اثنين انرجي وحدها لا تكفي. انا كمان محتاج اكسجين عشان اتحرك من نيرف لنيرف. محتاج اتحرك باكسجين بالاي تي بي. ده اساسيات. طيب ايه علاقه الميتوكوندريا بالقصه؟ اصل الميتوكوندريا فيها اوكسيديتيف انزيمز. ارجع للبايو هتلاقي الكلام ده موجود. يبقى اذا انا عايز اركز على اي تي بي واركز على اوكسجين. فطالب سالني زمان سؤال حلو قوي قال لي طب لو اتحرم من الاكسجين مفيش اكسجين كفايه هل السينابتيك ترانسميشن يتاثر؟ قلت له اه. ودي احد الفاكتورز
اللي هتكلم عليها الفيديو اللي جاي. هايبوكسيا، اكسجين قليل، مفيش ترانس. مش طيب ايه الجديد اللي انت عايز تقوله في الاناتومي؟ الجديد بقى عمرنا ما بنقوله للطلبه، الجديد ده على مستوى دكتوراه، وده اللي انتوا اتعاملتوا بيه السنه دي. دفعه محظوظه اتحط كميه معلومات هتستحملوني دلوقتي لانها بيور بايو كيمستري. انا دلوقتي مش دكتور محمد فيسيولوجي، انا هتقمص شخصيه دكتور بايو كيمستري. يعني ايه؟ الفيسيكل ده فيه على فكره 5 بروتين، لا مش 5، 6 بروتين. الفيسيكل فيه 6 بروتين، همسح وهكتب اساميهم، والاسامي دي عليهم واهميتها هتتقال في العنوان الاخير ريليز اوف ترانسميتر. طيب انت ليه هتقولها دلوقتي؟ بمهد لك اللي هيحصل ايه. 6 اسامي يا جماعه، بصوا بقى، اول 3 منهم بيعملوا كومبلكس. طيب ايه هم الستة دول؟ بروتينز، الفيسيكل فيها بروتينز هتعمل عمل عبقري. اول بروتين اسمه سيناتو، وهكتب بقى المقطع الثاني باللون الازرق، بريفين، ده اول بروتين. تاني بروتين اسمه سيناتو تاكسين، او في ناس يقول لك سين تاكسين، انا حبيت اقول سيناتو ليه؟ عشان اقول لك كلها فيها مقطع سيناتس، سين تاكسين عشان يبقى الكلام سهل. نيجي للبروتين التالت بقى اسمه سناب 25، التلاتة دول موجودين في الفيسك. طالب قال لي يا دكتور لو التلاتة دول موجودين ممكن تقول لي توزيعتهم؟ قلت له اه، لو فرضنا ان الدايرة دي هي الفيسك هقسمها الى 3 اجزاء، هقسمها لتلاتة، هتقولوا لي تلاتة ايه؟ ده كان المفروض 6، هقول لكم الباقيين جايين فين، ما تستعجلش. اول واحد اهو اسمه سيناتو بريدين، هديله رقم 1، والبروتين التاني هو السين تاكسين اللي هو ده، والبروتين التالت هو السناب 25، دي مش اس ده 25. هتقولوا ماشي، طب ايه علاقة التلاتة ببعض؟ ملاحظين ان انا حطيت السين تاكسين ده في النص، طب ودي تفرق معايا في ايه؟ المراجع قالت ان البروتين اللي في النص رقم 2 جوه الفيسكل هو اللي بيوصل الاول بالتالت، عامل زي كوبري، عارفين ازاي بيعمل لهم جنكشن فيوجن. يبقى انا رقم 2 دوري اعمل ايه؟ بايند البروتين الاول اللي اسمه بريفين سيناتو بريفين، اخليه يتحد مع البروتين التالت اللي هو سناب 25. هتقولوا طيب ممكن، بس يعني قبل ما نشوف التفاصيل في العنوان الاخير ممكن تقول الفكره، طب دول التلاته دول مش انتوا اللي بتعملوا كومبلكس؟ اه، قول لنا اسم الكومبلكس ايه؟ وقول لنا اهميته ايه؟ علشان ما ندوش اسم الكومبلكس سنير كومبلكس، سنير كومبلكس. كل طلبه سنتانيه اللي قعدوا في المحاضره سمعوا كلمه سنير وكانوا سكيرت، خايفين. سنير يا نهار ابيض، ايه السنير ده؟ طلبه سمعتها سنير قوقعه، وطلبه قالت ليه يا ربنا يخرب بيوتكم؟ لا يخرب بيوتنا في اللي جايه بقى. سنير ده اختصار انهي كلمه هتتسال؟ شفوي، دي وجنبها شفوي. انا سالتها في الدكتوراه سنير بروتين، بصوا اول حرف من كل كلمه عليك اس سوليبل، بروتينز دي سوليبل ماشي، ان هتنزل زي ما هي ان، زي في البايو دايما يقول لك مثلا او بوزيشن دايما يعني ما بيغيرهاش، ال
بصوا بقى هنا الايه ده اتاتشمنت ريسبتور بروتين مال ار ريسبتور يبقى هنا السوليل ان مش عايز اقول لك ان السوليل مال ان دي مش مهم ان انا يهمني الكلمه دي تعالوا نحط عليها دلوقتي دكتور الكلمه دي مهمه ليه؟ يعني ايه اتاتشمنت بروتين؟ دايما الفيسيكل قبل ما تفرقع في قبل ما يحصل رابشر والكالسيوم انتوا عارفين يدخل زي سنه اولى هقول كلام اولى بتاع زمان بره بس مش دلوقتي قبل ما الفيسيكل رابشر لازم تلزق في الممبرين يعني ايه؟ بصوا بقى على الرسمه معايا ادي الميرف اهو تمام؟ ادي الفيسيكل ده الفيسيكلز يا جماعه دي الدايره الحمراء بتاعتي الفيسيكل فيها كام بروتين؟ قلنا تلاته واحد اثنين ثلاثه الثلاثه دول عايزين يعملوا ايه؟ يمسكوا في الممبرين اوف ذا نيرف تيرمينال هم موجودين سكاترد متفرقين فوق غشاء النيرف لا انا عايزه ينزل على النيرف نفسه على الممبرين مكان صباعي علشان ينزلوا مين اللي يساعد على نزولهم؟ التلاته بروتين بيعملوا حاجه اسمها فيوجن كلمه فيوجن معناها ايه؟ يلتحموا يتصلوا بالممبرين هما كانوا فوق لا الاول يلزق بعد ما يلزقوا هيجي الكالسيوم هنشوف الكالسيوم يجي فين دلوقتي فحصل فيوجن كتاب الاسم بدل ما يجي يقول لك فيوجن قام راح قال لك كلمه غلسه جدا دوكينج تساوي فيوجن هتقولوا طب ما كنتوا تقولوا فيوجن وخلاص كل المراجع قايله دوكينج وجايه وصفها بفيوجن اوف فيوجن اوف ذا فيسكو يعني كانت فوق ولزقت طب ماشي دول اول ثلاثه سميتهم سمير كومبلكس الطالب اللي يستمتع بالمعلومه يقول لي احلى كلمه اللي انت حاطط عليها الدايره اتاتشمنت بروتين يعني الثلاثه دول اسمهم اتاتشمنت هم اللي بينزلوا الفيسيكل في الممبرين طب ليه قلت عليهم اتاتشمنت بروتين دايما الانجليش عايز تفهمه بالعربي لازم تخلي الكلمه الاخيره تبقى الاولى يعني this are three proteins which attach the vesicle للممبرين سميناها فيوجن او الاسم العلمي دوكي النهارده هنلعب بالالفاظ دول اول ثلاثه بروتينز كان المفروض في المحاضره او في الكتاب انا بقول رايي العلم انا ما بنتقدش حد كان لازم يتقال ان في ثلاثه بروتينز المشكله في الكتاب اللي هينزل انه ما قالهاش في البدايه ان هو مش عادي وفجاه الدنيا ضمنت رزع ستة بروتينز الناس مش عارفين دول تبع مين طيب نيجي بقى للبروتين رقم أربعة اسم سيناتو تاج مين وعايز أقول حاجة وطبعا قبل ما أقول تجنين هخلي تجنين باللون الأحمر عايز أقول حاجة على فكرة مكتوبة في ورق أو في كتاب غلط أنا بقول معلومة علمية مكتوبة في الورق إيه بقى؟ سيناتو جنين غلط اسمها تاج مين دكتور طب ودي تفرق؟ أساسا هما اللي هيسألوك هتقول لهم سيناتو جنين هيقول لك أنت مين؟ ما غلط تاج مين سؤال بقى التجنين إيه علاقته بالحوار؟ التجنين قال أنا صديق هذه العائلة عارفين زي بالظبط يقول لك انا صديق الاسره انت مين انا صاحبها صاحب مين الثلاثه بروتينز دول واحد واثنين وثلاثه هل مسكوا في كالسيوم هتقولوا لا فاكر في السنه الاولى كان ايه اللي بيحصل كان النيرف يدخل جواه كالسيوم باكشن بوتنشال بدايه النيورو
ماسكولار ترانسبيشن. الكالسيوم كان بيعمل ايه في سنه اولى؟ معلومه سريعه لان انا هقسمها تاني. كان بيمسك في الفيسكل لما يدخل الباب ويكسر الفيسكل ويخرج منها الكيميكال ترانسميتر اللي كان اسيتايل كولين بتاع زمان في سنه اولى. هنا بقى سينابت تجميل قال انا فين؟ انا اهو. وده رقم اربعه. انا لا ماسك في الفيسكل الاصليه. انا بروتين اسوشيتد ليكم موجود على الجناب لكن مش انا في السنتر اوف ذا فيسكل. قلنا له ماشي. انت يا تجميل دورك ايه؟ قال دوري بص الحصل اكشن بوتنشال نيرف. فاكرين؟ دي بولاريزيشن اند ري بولاريزيشن عادي. في سنة أولى قلنا إن الأكشن بوتنشال كان هيفتح فولتج جيتد كالسيوم شانلز اللي أنا راسمها على شكل سلندر زرق. السلندر دي الصورة فتحت دخلت كالسيوم. كلام عادي أنتوا فاكرينه. طب الكالسيوم اللي دخل الإنفلوس عايز يعمل إيه؟ قلنا لكم فولة مسك في الفيسكل وحصل رابش. لا دي معلومات كانت سو انيشيال. اللي حصل بالكالسيوم هيمسك فيه السيناتو تجميل. عشان كده المراجع وصفت هذا البروتين وصف جميل كالسيوم سنسور. كلمه سنسور يعني حساس. انا كبروتين عندي قرون استشعار. انا حسيت ان في كالسيوم حواليا مش هسيبه همسك فيه. هتقولي طيب هو يا دكتور وفهمنا الموضوع بقى مره واحده. انا جذاب ايه اللي حصل؟ كالسيوم دخل مسك فيه السيناتو تجميل اهو. كالسيوم ده مسك في رقم اربعه والسيناتو تجميل قال له على فكره انا هوصلك بالثلاثه بروتينز اللي جوه الفيسكل علشان نروح كلنا بالسلامه لمين؟ للممبرين علشان يحصل دوكينج. يعني هي سلسله متصله ببعض. يعني تخيلوا نتخيل ان الثلاثه بروتين لزقوا في الممبرين. طب هيروحوا لوحدهم؟ طب انا رحت لوحدي كده. رحت في طريق لوحدي. طب انا مستني مين؟ مستني الكالسيوم اللي يساعد على الاكشن بتاعي. فربنا عمل حاجه روعه. قال له انتم يا ثلاثه مش هتعملوا فيوجن الاول. لا ده لازم يبقى معاكم وفي نفس الوقت سيناتو تجميل عشان لما تيجوا انتوا الثلاثه تلزقوا يبقى معاكم كمان الكالسيوم. تمام؟ عشان يساعد على رابشر اوف ذا فيسكل. ما ينفعش تروحوا لوحدكم وبعد كده تحطوا ايدكم على خدكم. فين الكالسيوم؟ احنا مستنيين. مفيش كده علشان لازم الترانسميتر يخرج بسرعه. تعالوا نتخيل ان احنا استنينا الخطوه دي وعملنا فيوجن والترانسميتر لسه ما خرجش من الفيسكل. وعشان يخرج محتاج كالسيوم. ازاي؟ لازم نقل الامبلس يبقى سريع جدا في السي ان اس. فلازم كان ده يحصل. هتقول يا الله في بقى تو بروتينز كمان. هما فين؟ واحد فوق. بصوا بقى واحد فوق وده مهم جدا. بصوا واحد موجود في النص فوق خالص. البروتين اللي موجود فوق اسمه ايه؟ سينابسين. اللي فوق هو السينابسين وده مهم جدا. السؤال بقى هو السينابسين ده هيعمل ايه؟ هاجلها للجزء ده للعنوان الاخير. السينابسين قال لك او ما اجلهاش عشان الموضوع متكامل. السينابسين قال انا اول واحد هيستقبل الكالسيوم. ايه ده اول واحد؟ حتى قبل السيناتو تجميل انا اول واحد هستقبلك. تعالوا بقى
نشوف يعني اول واحد يستقبله. هوسع نفسي عشان اسهلها. الكالسيوم دخل كده من خلال شمس. اول ما الكالسيوم دخل والنبي هتعمل ايه جوه الريف قبل ما تمسك في الصلاه بتكميل؟ الاول حاجه هعملها اني انا هعمل الحركه دي، ان انا هعمل اكتيفيشن لبروتين كاينيز سي اللي هيتفرج مع عليا في فيديوهات الاندوكراين قلتها في المقدمه. كالسيوم اكت از سكند مسنجر. وجود الكالسيوم في اي مكان بيحفز ان الكيميكال رياكشنز تحصل. فالكالسيوم هينشط جوه النيرف بروتين كاينيز سي. طب والبروتين كاينيز سي تعمل ايه يعني؟ قال لك هتعمل فوسفو رايليشن. تفهم الكلمه دي معناها ايه؟ هتنقل الفوسفيت الى البروتين. هتقول استنى بقى ورجع على الرسمه دي. فين الفوسفيت؟ اهو البي او 4 نيجاتيف. اي ستراكشر ربنا خلقه نيرف اورجان ايا كان لازم يبقى جواه انترا سيلولار فوسفيت طبيعي. طب فين البروتين اللي انت عايز تنقل له فوسفيت جوه النيرف؟ هذا البروتين اسمه سيناسي. يبقى نقولها ايه؟ كالسيوم دخل، ولما دخل الكالسيوم اكتيفيت بروتين كاينيز سي، نقل لك الفوسفيت اللي جوه النيرف الى هذا البروتين اللي اسمه سيناسي اللي اول واحد استقبل الكالسيوم. ايه ده؟ ده اول واحد؟ اول واحد استقبل الكالسيوم بدليل انه في الاستراكشر اناتومي هو في اعلى الفيسيكل. يعني ربنا حاطط الفيسيكل بروتين في النص وبروتين فوق وبروتين على الجنب. واقول لكم كمان السينوبسين ده لما بقى فوسفو ريليتد يحصل له ايه؟ اسال دكاتره البايو سؤال. احنا اتفقنا انا بتقمص شخصيه دكتور البايو كيمستري. دكاتره البايو قالوا نقطه لازم اكتبها لك دلوقتي عشان ابلوسها. صم بروتينز وين فوسفو ريليتد لما تنقلها فوسفيت جروب ار اكتيفيتد وايل اذرز ار نوت. بعض البروتين انا بتكلم على مين؟ على السينوبس. طب لما نقلت له فوسفيت جروب هيشتغل؟ يعني ايه معنى انه يشتغل؟ معنى انه يشتغل انه هيعمل حاجه جميله. بصوا بقى هنمسح العناوين دي عشان تبقى سهله. ادي الفيسيكال بتاعي وادي السينوبسين تمام؟ وادي عندي واحد واثنين وثلاثه بروتينز. نقول لكم ده البريفين والسنتاكسين والستات تمام. سينوبسين قال على فكره جوه الفيسيكال هناك بروتين موجود في البيس. عارف كان الفيسيكال دي عامله زي دايره وبشوف البوتوم بتاعها. يعني البوتوم اللي انا حاصل له فيه بروتين اسمه ستين. يبقى في بروتين جوه هنا في البيز اللي انا حاصل له. اللي انا عامله بالاحمر ده بروتين جوه الفيسيكال اسمه ستينين. وفي ناس بيقولوا ان هو ممتد كمان لبره، يعني عامل زي السينوبسين بس واخد جزء من بره مش في البيز بس. هتقولوا طب وليه العك ده كله؟ يا جماعه انا مش عك، دي عظمه ربنا. تعرفين الحركه دي عملت ايه؟ هي اللي حركت الفيسيكال لمين؟ للميمبرين. تعال بقى نرتب كلامنا عشان ما تقولش دكتور رتب الكلام ده فين السته؟ ادي ثلاثه وادي السينابس والتكميم والخامس هو السينوبسين اللي فوق والسادس هو الستينين. كلمه الستينين عارفين يعني ايه؟ جايه من كلمه
الستينوزس بتاعه السرعولة، يعني البروتين الذي يحتل الجزء الضيق في الفيسكل. الفيسكل فيه حته واسعه وحته ضيقه، البروتين اللي واخد الحته الضيقه تعالوا نسميه ستين. طب الحركه دي اللي انت شرحتها وفوسفوريليشن وسينوبس وستين عملت ايه؟ هي دي الخطوه الاولى، هي دي. لان للاسف الكتاب قايل المعلومات بس مش مرتبه، ان هو عمل ايه؟ شرح ريليز مره واشرح الفيسيكل سايكل وهقولها، يبقى لازم اول خطوه انا عايز الفيسيكل اللي فوق الممبرين تنزل وتقرب، يبقى مين اللي يقربها؟ السينوبسين والستينين. يبقى السينوبسين والستينين هكتب عليهم كده يقربوا الفيسيكل من الممبرين، بس مش عايز تفهم كلامي غلط، يقرب. هل انا قلت فيوجن؟ لا، انا بقرب بس ما لزقتش. طيب مين اللي يلزق؟ السمير كومبلكس اللي هم السينابتوبريدين والسناب 25 والسين تاكسي، يبقى الثلاثه دول يعملوا ايه؟ يلزق اللي هو الدوكينج او الفيوجن. شوفوا الرابعه، دايما السي ام اس واحد بيباصي والتاني بيشوط، وده الابداع. انا هقربك والتاني قال له ايه؟ وانا هخليك تلزق. وجه السينابتو تربيل قال طب وانا ده انا اللي همسك في الكالسيوم، لما تيجوا تلزقوا كخطوه ثانيه انا بديكم الكالسيوم علشان يحصل رش. وقد ابى كتاب الاسم ان يوقف المعلومات على كده، قال لك ابسطهم زياده. هو الثلاثه بروتينز دول لما جم لزقوا في الممبرين، مش الممبرين ده فيه بروتين برضه؟ طبعا جزء البروتين معروف انتجرال بروتين. عشان كده بقى هند الخط واقول لك ان ربنا حط بروتين اخر، ده يبقى رقم كام؟ سبعه. بس مش سبعه بقى مش جوه الفيسك، ده سبعه في عدد البروتينز اللي قلناها النهارده. سابع بروتين عندك اسمه ايه؟ نيورين. ده حتى اسمه خطوه موجود على النيرف على الممبرين. يبقى اذا ده نيورين نزلت الفيسك، ادي الكوره نزلت هنا على البروتين اللي حاطط عليه صباعي اسمه نيورين. اساتذتنا علمونا حاجه روعه، قالوا لنا اعتبر النيورين ايه؟ داتابيس هي اللي هتيجي تفرق عن البالونه. ما هو الفيسيكال دي بالونه دايره، اعتبر انك جبت بالونه حطيتها على دبوس فرق ويخرج منها الترانسميتر، انت فاهمين قصدي؟ فده اللي حصل. يبقى اذا الموضوع تكامل رهيب من ربنا، الموضوع مش كده. واوعى تنسى التلاته دول كان اسمهم سمير كومبلكس. تعالوا نكمل الحكايه. انا هبتدي بالعنوان الخامس قبل الرابع ليه؟ عشان الناس ما تفصلش في التكمله. انت بتقول ريليس اوف ترانسميتر، وقلت لنا ان في عنوانين كبار في الموضوع. ايه هما العناوين بقى اللي هتتقال؟ على فكره هتبقى عناوين سهله، لان احنا خلاص شرحنا الموضوع تماما. بصوا بقى، اول رسمه هتلاقوها في ورق او في الكتاب، هتلاقوا الرسمه اهي عادي وهنقولها مع بعض رسمه عاديه، اتفقنا؟ انت المفروض مش مطالب برسمه. اول جزء عايز اقوله، بصوا بقى معايا هنا، one action potential هيجي النيرف، ده النيرف action potential اللي جه دخل مين؟ كالسيوم. انا هنا هحاول انا بعيد الكلام بسرعه، كالسيوم اللي جه دخل، يلا يعمل ايه؟ activate protein kinase سي، فوسفوريليشن السينابس سي، والسينابس سي ده موجود فين؟ بسرعه، موجود فوق
الفيست كان من فوق. طب والسينابس لما يشتغل يعمل ايه؟ يحرك الستيك مين اللي في البيز بتاع الفيست الى الممبرين. ده الكلام العادي والنيورين والحوار ده كله. ويحصل ايه بعد كده؟ ريليز اوف ترانسميتر. يبقى تاني خطوه ريليز ترانسميتر خرج. تمام، عايز رقم ثلاثه. ترانسميتر اللي خرج لازم يعدي مسافه او شق اسمه ساينابتك كلافت. فتلاقوا كلمه كراس ذا كلافت، كلافت اللي هو الشقوق دي، يعني خرج اهو كاننا في فيزيكلز، خرج الترانسميتر وعدى في الشق ده ساينابتك كلافت رقم اربعه. هو لما جه عدى، عدى لمين؟ عايز يمسك في النيرف التاني اهو. ده يا جماعه النيرف تاني رقم اتنين. وتعالوا نتفق النهارده على مسمى جديد. اذا اعترفنا الجزء ده هو السينابس، يبقى النيرف اللي فوق اسمه ايه؟ بري سينابتك، ما قبل السينابس اللي هو الرسمه الحمراء دي كلها. والنيرف اللي تحت يبقى بوست سينابتك. وبصوا بقى الجمال، ربنا حط على البوست سينابتك ميمبرين ريسبتور مستقبل يستقبل الترانسميتر اللي انا منقطه. انا بستقبلك يا ترانسميتر. وهنا عايز اقول معلومه جديده. اي طالب في سنه اولى كان دايما يسمع عن اسيتايل كولين، اشهر ترانسميتر في الاوتونوم او الادرينالين. النهارده هنقول ترانسميترز باسامي مختلفه تمام. والترانسميتر ده يا اما يشغل الباست سينابتيك او يعمل له انهبيشن. والكلام ده هنقوله في الفيديو القادم، يعني ايه يشغله ويعني ايه يعمل له انهبيشن. ماشي، مسك في الريسبتور. طب هو الريسبتور ده لو تفتكر في سنه اولى مش كان جواه ايون شانس؟ فاكرين يا جماعه نيكوتينيك ريسبتور؟ كل اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي اكيد هيقول لنفسه طبعا مش فاكر. ما انا عارف ان انت مش فاكر، روح وحاول تقراها هتلاقي ان الريسبتور ده جواه الشانس. اللي اتشالت يا اما ايه؟ يا اما صوديوم يا اما بوتاسيوم، نوع في اتشالت موجوده. وممكن اللي اتشالت تكون جنب الريسبت، يا تكون جواه يا تكون جنبه. طيب لو فرضنا ان دخل صوديوم هيحصل ايه؟ هتقول لي دي بولاريزيشن جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف. ولكن الجديد اللي هتعرفه ان دي بولاريزيشن اللي بنتكلم عليها لا يكفي للوصول للفايرنج ليفل. لا يكفي ليه؟ ارجع لثانوي، فاكر لوكال بوتنشال؟ كنا بنقول لوكال كهرباء ضعيفه محتاجه ستيمولس تاني يوصلني للفايرنج. فاكرين كان ديجريدد، كان بي سميتد، كلام زمان. عايزك ترجع لورق درس او كتاب سنوي، بص على اخر حته في الخانه في اللوكال بوتنشال كانت موجوده فين؟ في ريسبتور. يبقى قاعده اساسيه، اي ريسبتور ربنا خلقه الكهرباء اللي واصلاله ضعيفه. فطالب قال لي طب ممكن توضح اكتر؟ قلت له اه. ترانسميتر اللي بيتأثر لما هيمسك في الريسبتور ويفتح صوديوم اتشانل، الصوديوم اللي دخل مش هيوصلك للفايرنج على طول، يبقى انت محتاج ستيمولس تاني. قال لي ايه هو؟ قلت له يعني محتاج ايه؟ كميه ترانسميتر اخرى تمسك في الريسبتور فتفتح صوديوم اتشانلز جديده وبالتالي توصلك لفايرنج ليفل. كده انت وصلت للفايرنج على مرتين. عشان كده الموضوع ده ايه؟ لوكال
هنقولها في الفيديو الجاي بتفاصيل بقى كتير. ده لوكال دي بولاريز. يبقى انا لغايه دلوقتي قلت ايه؟ 1 اكشن بوتنشال، 2 ريليز اوف ترانسميتر بعد سلسله مداولات، 3 كروس ذات ليف، 4 يعمل ايرون انفلكس، ده رقم 4. طب ونمرة 5 يا اكسايتاتوري يا اما انيبيتوري. هتقولي اكسايتاتوري مش هو دي بولاريزيشن؟ اقول لك اه. امال ايه هو الانيبيتوري؟ مش شرط ان الترانسميتر اللي خارج من النيرف يفتح صوديوم شانلز، لا ده عنده احتمال تاني. ايه الاحتمال؟ هتقول اول عملها باللحظة قول انه يفتح بوتاسيوم شانل. ايه ده؟ يا دكتور ينفع؟ اه. وعايز اقول لك على حاجة، الترانسميتر اللي خارج من النيرف لازم يحدد موقفه. هيعمل اكسايتيشن هنا. اكسايتيشن بيساوي ايه؟ دي بولاريزيشن. قلنا لوك. عشان كده عايز احط قاعدة ومبروزة النهاردة. احنا النهاردة بنبروز قواعد زي قاعدة السينوبس. القاعدة التانية النهاردة بقى ايه؟ ان اكسايتيشن ايكوال لوكال دي بولاريزيشن. ولكن لما اقول لك انهيبيشن معناه ان انا عملت ايه في الممبرين؟ بعدته عن الفايرنج ليفل، يبقى انا عملت هايبر بولاريزيشن. فاكرين هايبر بولاريز؟ هتقولوا لي يعني ايه؟ افكرك، بوتاسيوم شانل لو اتفتحت، المعروف ان الكونسنتريشن اوف بوتاسيوم جوه اعلى من بره، فالبوتاسيوم يتحرك من جوه لبره، فيزود البوزيتيف تشارجز عندي بره. لما تزود البوزيتيف تشارج اوت سايد ما بقاش بولاريز ستيت عادي، بقى هايبر بولاريز. وده اللي انا عايز اقوله. عشان كده هنتفق النهارده في سنه ثانيه على هذه المصطلحات. اقول لك اكسايتاتوري، حصل ايه اكسايتيشن؟ فين؟ بوست سينابتيك ميمبرين. فتبقى الكلمه ايه؟ اكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. فكده ريستنج ميمبرين بوتنشال، وضع الميمبرين اثناء الريست، مين بوزيتيف ومين نيجاتيف؟ لا، المره دي انا بتكلم على مكان اسمه بوست سينابتيك ميمبرين، عايز اشوف التغير اللي يحصل فيه. دي القاعده رقم 2، رول نمبر 1، رول نمبر 2. طيب القاعده الثالثه اللي لازم نحطها حلقه في ودانا زي ما بنقول، قاعده في منتهى الاهميه، ايه هي؟ ان ايتش نيرف، كل نيرف هاز وان تايب اوف ترانسميتر. يعني ايه؟ النيرف يطلع اكسايتاتوري ترانسميتر، يا اما يطلع انهيبيتوري ترانسميتر. يا ده زي ما قلت في فيديوهات الاندوكراين، انا عندي تو تايبس اوف سكند مسج، يشتغل بالكالسيوم يشتغل بالسايكليك اي ام بي، هي دي قاعده اناتومي. عشان كده احنا والاناتومي حبايب، هو مش حبايب قوي، احنا الاثنين بنعمل استراكشر بس احنا بنقول الفانكشن. دي رقم 3 كده. انا قلت 4 عناوين في القصه دي، ناقص العنوان الاخير في الجزئيه، الترانسميتر اللي خرج بعد ما ادى دوره عمل اكسايتيشن او انهيبيشن، انت عايز تعمل فيه ايه؟ دي النقطه الخامسه بقى، ريموفال. انا عايز اتخلص منك يا ترانسميتر. ونرجع بالمراه والذكريات لسنه اولى. انا عارف كل الفرق دي معقوله فعلا كلامه صح، دي سنه اولى. انا بحاول مش اركدك او ازعلك، عايزين نلاقي نقطه مشتركه ان في نقط انت عارفها. الترانسميتر اللي خرج كنا بنعمله ايه؟
الابديت رجعوا تاني للفيسيكلز خسروا مره تانيه. ادي اول طريقه في الريموفال. ادي رقم 2 عشان الارقام بقت كتير. دي اول طريقه. طب في طريقه ثانيه؟ انا مش هنا يوجد الترانسميتر يبقى لازم اعمل له ديفيوجن عن طريق السينابتيك لفت. ديفيوجن ينتشر ويتوجه يبعد عن المكان اللي فيه الريسبت. والطريقه الثالثه والاخيره افكرك بسهوله، فاكر اسيتايل كولين كان بيتكسر بكولين استريس انزايم؟ يبقى الطريقه الثالثه ان اكتيفيشن باي انزايمز. طيب قبل ما اكمل القصص دي في طلبه كتير عايزه تسال بقى، انت قلت ان الاسيتايل كولين دي حاجه قديمه وهنعرف ترانسميترز جداد. مين هم بقى الترانسميترز الجداد؟ الاكسايتاتوري ترانسميترز اللي هيعملوا لوكال ديبولاريزيشن. جلوتاميت ده الاسم الجديد النهارده. اما الانهبيتوري ترانسميتر، اشهر اتنين انهبيتور يبداوا بحرف الجي، عاملها اهو بالاحمر، جلايسين وجابا. اعتقد الجابا دي سمعتوها في البايو، جابا امينو بيوتيريك اسيد، دول انهبيتور. يبقى احنا متفقين انهبيتور هايبر بولاريزيشن واكسايتاتري لوكال دي بولاريزيشن، ودي القاعده رقم 4 اسامي الترانسميتر عشان ما تدوخش في القصه. طب يا دكتور احنا كده عرفنا والريليز والكلام ده، بس انت قلت لنا في العنوان جيت عند ريليز اوف ترانسميتر وقلت انا هتكلم على تو توبكس، عنوانين. عنوان منهم اهو الخمس نقط دي بالرسم، تمام؟ العنوان الثاني عايز تتكلم على ايه؟ يا ترى الفيزيكال اللي خرجت الترانسميتر دي ننفع نرجعها تاني لجوه الليف؟ مش هي خرجت الترانسميتر واتكسرت فرقعت فاكرين البالونه اللي نزلت على الدبابيس على اليورين؟ انا عايز اعيد تصنيعها مره ثانيه. ايه اللي هيحصل؟ فهمسح البورد وهاجي اقسم رسمه في منتهى الجمال موجوده عنده. بس بصراحه الرسمه دي كانت معموله ازاي؟ معموله منفصله؟ لا، انا حاسمها متصل. سينابتك فيسيكال سايكلينج. سايكل يعني الدوره. يعني ايه دوره؟ يعني الفيسيكال فيها ترانسميتر والترانسميتر ها لزق فيه الممبرين والممبرين جاله كالسيوم واتكسرت. ازاي بعد ما تتكسر؟ ارجعها تاني صاف سليم دايره زي ما احنا عارفين. بصوا بقى معايا، هرسم رسمه وزي ما اتفقنا دايما الرسومات دي مش عيب. ايه ده؟ الجزء اللي انا هظلله بالاحمر اسمه اندوزوم. كلمه اندوزوم ده ستراكشر جوه اي سيل او جوه اي نيرف داخليه زي الاحمر. هي لايزوزوم دي حاجه تانيه. اندو يعني ايه؟ انترنال. طب امال ايه الداله الزرقاء اللي خارجه من الممر بتاع الاندوزوم؟ اسمها فيسيكل. كل المراجع قالوا ايه بقى؟ الجزء ده على فكره موجود في جانب، موجود في جانب، عشان كده بقول لكم الحته دي فعلا حته اول مره تتدرس لطلبه. الفيسيكل عامله زي حاجه اسمها بودينج، عارفين بالظبط زي النباتات التبرعوا او اوريجينيت فروم. الفيسيكل اتكونت من اندوزوم، زي فكره الامبريولوجي بتاعه سالون اتكونت منه. بعد ما اتكونت بصوا انا هعمل دايره، شايفين انا هعمل كيان وهلف وارجع.
الفيسيكل دي عملت ايه بعد كده؟ قالت انا هنفصل من الاندوزوم، وفي الحاله دي انا هتملي بالترانس ميتر، هيبقى جوايا كيميكال ترانس. يبقى اول خطوه كانت بادنج، تاني خطوه فيلنج ويز ترانس ميتر، تالت خطوه. وعلى فكره جزء السايكل ليه ما بقاش متعب في الشرح بالنسبه لي؟ لان معلومات اتقال. بصوا بقى التامتع والجميله، اصل الفيسيكل ده هيمسك في ايه؟ ميمبرين، هيحصله فيوجن. ومين اللي خلاه يلزق؟ سنير كومبلكس الثلاثه الثلاثي بتاعي. طيب مسك في الميمبرين، طب وبعد ما يمسك؟ اتفقنا بقى. يلا الخطوه الرابعه، جه مين حبيبنا؟ مين صديق الاسره؟ سيناتو تاج مين؟ قال على فكره هو انتم لقيتم كالسيوم؟ انا اللي همسككم في الكالسيوم، صح؟ وانا اللي طب ولما الكالسيوم يجي يمسك هنا يحصل ايه بعد كده؟ الخطوه الخامسه، شايفين الدايره؟ الاول بدات ببادي، فين؟ لزقنا، بعد ما لزقنا جاي كالسيوم. طب وبعد ما جه كالسيوم انا عايز اعمل ايه بقى؟ دي الكلمه الحلوه اللي كده بقى، السنير كومبلكس هيبقى ديس بليست، هيسيب مكانه. مش هو كان لازق في الممبرين؟ قال لك الفيوجن دلوقتي دي مرحله وعدت، احنا بنجهز للرابشر والاكسوسايتوزس، عايز اخرج مكونات الترانسميتر او الفيسيكل لبره عشان بعد كده يحصل ايه؟ اكسوسايتوزس. عشان كده الكتاب والورق عندكم كان قايل ان السنير كومبلكس ليها تو فانكشنز، نمبر 1 فيوجن، نمبر 2 اكسوسايتوزس. طلبه لما بتقرا المعلومه دي بتستهل نفسيا، الله ازاي يعمل فيوجن وازاي اكسوسايتوزس؟ لا، يبدا بالفيوجن ثم اكسوسايتوزس. فين اللي يحصل؟ يحصل بصوا بقى ده الممبرين، المنظر ده ادي الفيسيكل اهي اللي انا بشاور عليها، خرجت الترانس ميتر، اتفتحت من تحت، لا انا عايز ارجعها تاني دايره مقفوله. فايه اللي يحصل؟ ربنا يغلف الفيسيكل ببروتين رقمه 8، فاكرين السته بتوع الفيسيكل والنيورين اللي على الممبرين والغلاف بتاع البروتين بقى، يحصل ايه؟ بصوا بقى الخطوه، يحصل المنظر ده اهي، يتغلف الفيسيكل ببروتين، يبقى عامل زي الكنافه كده حوالين بعض. التغليفه دي على فكره عملها بروتين اسمه كلاسرين، كلاسرين عمل كوت. عارفين زي بالظبط ايه؟ لما تيجي مش عارف اوصفها ازاي، البونبوني عارف كده زي الفندق بتاع زمان اللي تلاقي فيه طبقه شوكولاته ومن بره سكر، عارفين زي الغلاف كده، وتيجي انت تكون واحنا صغيرين نتبسط قوي عايزين ناكل السكر والشوكولاته، فالكلاسيكين هو الغلاف اللي حوالين الفيسيكل، يعني الفيسيكل هي دي الاكس دي والكود اسمه كلاسيرين. عمل ايه كلاسيرين في الرسمه؟ دخلها لجوه، عمل لها ايه؟ اندو سايتوزس. وبعد كده ادى الى ايه؟ قال لها بابا، قال لها انا رجعتك تاني بس ترجعي لاصلك يا بسك، ما ترجعيش حره ابدا، انت بنت الاندوزوم، انت بادنج منه. نقولها تاني، بدأت الفيسيكل كأوريجين من اندوزوم، برهة صغير انفصلت زي واقع الحياة مش عايزاك، مالت بالترانسميتر، قربت من الممبرين عن طريق السنير كومبلكس، جالهم سيناتو تجميل، قال لهم وانتم بتقربوا انا معاكم وماسك معايا كالسيوم، الكالسيوم عمل رابشر للفيسيكل، حصلها اكسو
سيتوزس والمفاجأة اللي ساعد عليكسو حبيبنا السنير. عشان كده هكتب على البورد السنير تحت اعماله. كلام مهم. وبعد كده لازم الفيسكل ارجع اغلفها مرة تانية بغلاف اسمه كلاسيرين وترجع تاني بطن. عشان كده دي الرسمة اسمها ايه؟ سينابتك فيسكل سايكلينج. يعني دورة لازم تبتدي وترجع تاني للدايرك. هقول سؤال شفوي دلوقتي. استعراضي. استعراضي يقول لك كلاسيرين. ممكن تقول لي هو جاي من كلمة ايه؟ تقول حضرتك ده بروتين وعمل كود. لو فتحت من المراجع من غير ما تفتح هريحك. جاية من كلمة اسمها كلير تم. كليريتون. يعني ايه؟ او ساعات يقول لك كلير تيكس. كليريتون جاية هي معناها لاتس. يعني كلمة لاتس؟ يعني شبكة. انا هعمل شبكة حوالين الفيسكل. هحوطه من كل النواحي. انا الغلاف السكر الجميل. يبقى ده السينابتك فيسكل. هتقولوا طيب احنا كده فهمنا الفيسكل بمحتوياته الستة. وفهمنا خمس نقط. تقول نقول مع بعض. واحد اكشن بوتنشال. اتنين ريليز اوف ترانسميتر. تلاتة كروس سيجنيف. أربعة يمسك في ريسبتو. خمسة أيون إنفلوكس. وقلنا ستة أو خمسة للريموفال أوف ترانسميتر بثلاث نقط. واتكلمنا عن الفيسيكال سايكلينج. ليه ده يتأسهل؟ إن إحنا شرحنا السمير. علشان الموضوع يكمل في نقطة اسمها كلينيكال أبليكيشن. يعني طالما بتتفرج دلوقتي على الفيديو او في المحاضره عندها سؤال مضايقها جدا. انا هبقى دكتور استفدت ايه من الحوارات بتاعت السنير؟ لا استفدت. بصوا بقى كلينيكال ابلكيشن بتاعي. هناك نوعين من التوكسنز. واحد اسمه تيتانس توكسن وواحد اسمه بوتيولينم توكسن. تعالوا بقى نقسم ونقول الكلام الجميل. ادي التيتانوس وادي البوتيولينم توكسن. وده كلام على فكره لازم تكون عارفه مكتوب في كتاب عندكم السنه دي. نبتدي بالتيتانوس. لو انت عورت في الشارع ووقعت طبعا بيحصل لك مرض التيتانوس والتهاب في الرجل والكلام اللي يهمني. التيتانوس بتبقى المسلز بتاعتك في حاله كونتراكشن في انقباض. بدليل ان بيصاب بالمرض ده بيجي له حاجه اسمها لوك جو. يعني مش قادر يفتح بقه. عارفين واحد بقه كانه مخشب. عضلات وشه مش قادره تتحرك كده. ايه ده؟ يا عم اضحك. مش قادر. حتى ناس يسموها الابتسامه المره. عارف واحد يعني مش قادر يضحك. المهم هتقولوا ايه علاقتنا بالحوار؟ هقول لك العلاقه. في اللوك جو معنى الكلام ده ان انت في حاله كونتراكشن مستمر. يعني في انهبيتوري ترانسميتر خرج. تقول لي لا. ان لو كان في انهبيتوري ترانسميتر كان عمل ايه؟ ريلاكسيشن، صح؟ كان عمل هايبر بولارايزيشن، فاكرين؟ كان بعدني عن الفايرنج ليفل، وبالتالي المصل اللي هتعتمد على النيرف ده هتلاقيه نوت اكسايتبل، فهي كمان مش ممكن تبقى كونتراكت. ما هو فاقد الشيء لا يعطيه، انا مش ستيميوليتد كنيرف، يبقى بالتالي المصل نوت ستيميوليتد. اما اللي حصل في العيان ده ايه؟ ان عنده ديكريز في الانهبيتوري ترانس ميتر. الانهبيتوري ترانس ميتر عنده اللي خارجه من
الفيسكل ما اتفقنا الفيسكل ده يخرج اما اكسايتاتي اور انهبيتوري. انا حر اشتغل زي ما عاوز. فقلنا له انت ما فيش انهبيتوري ترانسميتر خارج. السؤال اللي هتساله حالا قبل ما انقل لنقطه ثانيه، وايه علاقه اللي انت بتقوله بالسنير بروتين؟ ايه دي العلاقه؟ انا بقول لك مفيش انهبيتوري ترانسميتر. اعتبر ان الترانسميتر اللي خارج بصفه عامه قليل. تيجي نقول الموضوع بالعكس، طالما الاكسوسايتوزيس بتاثر ما مفيش ترانسميتر هيخرج او هينقل، يبقى معنى كده مفيش ايه؟ سايناتو تاج مين؟ مسك فيه كانسر، يبقى مفيش فيوجن، يبقى مين اللي مسؤول عن الفيوجن؟ سنير بروتين. انا عايز افهمها لك ليه من الاخر الاول، لازم تسال نفسك سؤال والاجابه تنقلك لسؤال تاني، ده جدلي في السولوجي. طالما ده ما حصلش يبقى معنى كده من الاول مفيش فيوجن، وعظمه ربنا ان مين اللي مسؤول عن الاثنين؟ سنير. يبقى ده اول كلينيكال ابلكيشن. انت بتدرس الكلام ده ليه؟ طبعا لما يجي لك عيان العياده انت بتدي له تريتمنت على طول، بس يا سلام بقى لو انت قاعد بتكتب العلاج وتقول الله ده زمان واحد قال لي سنير بروتين. طيب نيجي للبوتيولينم توكسين. بوتيولينم توكسين قال على فكره انا برضو هعمل مشكله في السنير. قلنا له طيب مشكله في مين بالظبط؟ مش السنير دول ثلاثه بروتين؟ قال انا هعمل مشكله في خط الوسط. الولاد اللي بيحبوا الكوره فاهمين قصدي، دايما خط الوسط في اي فريق هو الحلقه بين الدفاع والهجوم. مين خط الوسط اوف سنير كومبلكس؟ سايناتو بريفين. انا اللي هقصره، هعمل له ديك جراديشن. سايناتو بريفين او سينتاكسي هعمل له ديجراديشن، بس الاكثر سايناتو بريفين. قال انا همنع شغل، مش انت بتوصلني ببعضي؟ احنا ثلاثه بروتينز انتوا بتوصلوا ببعض. لا مفيش جنكشن، هيبقى كل بروتين منفصل في حد ذاته، وطالما منفصل يبقى مش هيقدروا يتنقلوا للا ممبرين، يبقى مفيش فيوجن. طب وطالما مفيش فيوجن يبقى مفيش اكسوسايتوزس، يعني مفيش اسيتايل كولين. هيقل الاسيتايل كولين اللي مسؤول في سنه عن النيورو ماسكولار ترانسميشن. الطلبه عشان تصدق كلامي، عندك في البيت كتاب سنه اولى عايزك تفتح عنوان فاكتورز افكتنج نيورو ماسكولار ترانسميشن في البيت، هتلاقي من ضمن الفاكتورز اللي بتاثر بوتيولين توكسين. بس الامانه في سنه اولى قلنا ايه على التوكسين ده؟ ان هو بيقلل الاسيتايل كولين ريليز. بنقرب ليكم لسه صغيرين فكره بسيطه، ده بيقلل الحاجه اللي هتخرج من النار اللي هتنقل الكهرباء الى المصر. يبقى يا اولاد مفيش كونتراكشن، يبقى بالعكس في ايه؟ ريلاكسيشن. السؤال اللي هتساله منطقيا، هو البوتيولينم توكسين ده موجود فين؟ يعني التيتانوس ده في الارض، طب البوتيولينم؟ علب السردين او الفسيخ الاكسبايرد، الناس اللي بيحبوا شم النسيم ياكلوا سردين كتير فسيخ كتير، من 15 سنه تقريبا حصل تسمم لناس كتير من شحنات فاسده من السردين. كان جوه العلبه بوتيولينم توكسين. دايما هتعرفوا في سنه ثالثه السنه الجايه البكتيريا تحب تعيش في ان ايروبيك ميديوم، وبالتالي مفيش احسن من كده. علبه باظه، لا في قهويه ولا في بتاع ولا فرحه قاعده كده،
بكتيريا سبب جراس عالي جدا. يبقى دول الكلينيكال ابلكيشنز على فكره اللي انت لازم تكون عارفهم على هذا الموضوع. اخر عنوان عندنا في هذا الفيديو، الاول انا قلت عشان ما انتوش عرفت الساينابس، قلت انواع الساينابس، كلمت على ستراكشرال اناتومي تفصيليا، كلمت على ميز اوف ترانس ميتر في عنوانين اساسيين، واخيرا ايه هو الفرق بين الكتريك اند كيميكال ساينابس. الفرق بينهم سهل، دايما لما تيجي تعمل جدول مقارنه بين حاجتين هتلاقي ان واحده والتانيه العكس. منطقيه ازاي؟ الالكتريك ده يا ترى خدناه السنه اللي فاتت؟ خدناه في البركينجي سيلز، فاكرين لما قلنا في الغلط في البركينجي سيلز كانت بتوصل بعضها بجاب جونكشن، حاجات مفتوحه على بعض، يبقى الكتريك يعني في وصلات فيها زي الكباري في جاب جونكشن. اما الكيميكال ساينابس يعني كيميكال نيرف جواه ترانسميتر خرج عشان يشبك او يوقف نيرف تاني، يبقى هنا نو جاب جونكشن. ده الفرق الاولاني. الفرق الثاني، الكتريك ساينابس معناها ان there is no delay of transmission of impulse. كهرباء بتتنقل بسرعه من سلة لتانية، ده no resistance. وارجع لسنه اولى كان اسمها electric sensitium، كانت شبكه كهربائيه. اما الكيميكال يقول لك لا انا عندي delay. هتقولوا ايه ده؟ delay ازاي؟ عد بقى، واحد اكشن بوتنشال لسه هيفتح كالسيوم اتشانس وهيدخل الكالسيوم وهيعمل فوسفو رايليشن لصديقنا السينوبسي، ولسه الفيسيكال سينوبسي بالستينين هتنزل، ولسه السنير هيعمل فيوجن، ولسه هيحصل اكسو سايتوس ويخرج الترانسميتر، ولسه الترانسميتر هيمسك في ريسبتور، ولسه هيفتح في الشمس. ايه ده تزهق؟ هو في تاخير اكتر من كده؟ على فكره الديلي دي في الفيديو التاني ده اللي هقول عنها كلام اسمها ساينابتيك ديلي، ومطالب تعرف السنه دي التاخير مدته قد ايه. ده مهم جدا، وحسابات ومسائل حوارات. يبقى ده رقم اتنين في الفرق. نيجي الرقم تلاته، من غير حفظ الكلام، عمرك سمعت عن الكتريك ساينابس يتاثر بادويه؟ طبعا لا. لكن الكيميكال افكتد بدراجز، يعني هنا ده افكتد باي دراجز، ده لا. طبعا الدراجز زي ايه؟ ابسط مثال من سنون اسيتايل كولين، نيكوتينيك ستيمولانت، نيكوتينيك بلوكرز، حوارات زمان. طيب نيجي للفرق اللي بعد كده. الفرق اللي بعد كده انتم عارفين الالكتريك موجوده فين؟ الالكتريك ساينابس موجوده في الكاردياك ماسل، اما السكيلتال والسموث ماسل فيها الكيميكال ساينابس. وده نهايه الفيديو الاول.